السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اهلا بيكم معانا في قناتنا، يا رب تكونوا مبسوطين فيها وبتستفادوا منها. واهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا رب يكون فيديو مفيد من الفيديوهات المرتبطة بكندا والناس الجديدة اللي جاية كندا. حبة نصايح كده من أخت ديكو، بما إنها قعدت شوية هنا في كندا وشافت حبة تجارب من ناس مختلفة وتجربتها هي كمان، يا رب تكون مفيدة ليكو. فحبة نصايح كده، مش عارفة كم نصيحة، هم 9 ولا 10. المهم هنحاول نقول حبة نصايح كده، يا رب تكون مفيدة. بس قبليها ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. النصايح دولت مش غير الحاجات اللي يعني نصايح اللي لسه جاي جديد، يا ريت يعني ياخد بيها. بس دول غير الحاجات اللي انت اول ما تيجي تعملها، يعني زي اللي انت تطلع الهيلث كارد والحاجات اللي انتوا تطلعوها والورق اللي انتوا تجيبوه معاكم وكده. دي حاجات انا قلت لكم عليها قبل كده في فيديو قبل كده، هحط لكم الرابط بتاعه للناس اللي جايه جديد يعني تعملها. لا دي نصايح تانية بقى، يعني ممكن تمشوا عليها او تحطوها في بالكو اول ما تيجوا هنا كندا، او اللي بيفكر يجي كندا. يعني اول حاجة ان اول ما تيجي كندا ما تشتريش، يعني في الاول اول ما تيجوا ما تشتروش حاجات جديدة، بالذات العفش، يعني الكنب، الحاجات دي هي تحاولوا ما تشتريش جديدة، تروحوا من الحاجات اللي هي المستعمل. يعني في محلات كتيرة أنا يعني عملت فيديوهات برضك عنها قبل كده، محلات المستعمل زي الثيرف ستور وفاليو فاليج والكلام ده، هوت بيبقى عندهم حاجات مستعمل بس نظيفة، تتأكدوا الأول بس اللي هي ما فيهاش الحشرات بتاعة العفش دي وكده، تأكدوا من نظافتها وتشتروا المستعمل ده هوت. في حاجات من على الفيسبوك، في حاجات مش عارفة ايه، بتبقى تمنها ارخص وكده، عشان انتم مش عارفين اصلا الحاجات الجديده دي بتبقى تمنها غاليه جدا. ده اول حاجه. التمن كمان مش اللي انت شايفه مثلا على الموقع على النت او على في المحل اللي انت اول ما تروح، مثلا دي الحاجه دي الكنبه دي ب100، ما فيش حاجه ب100 طبعا، الكنبه دي ب100، بس لسه ما بتروح عند الكاشير في التاكس، في تاكس بتاع المقاطعه، في تاكس بتاع مش عارفه ايه، فعليها مثلا 30 40 دولار زياده كمان، يعني مش ده التمن الاساسي بس. وبعدين ايه، الكنبه لوحديها والكرسي لوحديه ومش عارفه ايه لوحدي، فتكلفه اول ما تيجي زياده على الفاضي، وهتجيب كنبه وهتجيب ترابيزه وهتجيب سرير وهتجيب مش عارفه ايه تكاليف. غير كده اللي انت لسه اول ما تيجي انت مش عارف انت اصلا هتتثبت في المكان ده ولا لا، حسب شغلك، حسب مدارس العيال، حسب انت هتعيش اصلا في المقاطعه دي ولا هتغير المقاطعه، هتعيش في الشقه دي ولا هتغير الشقه. الناس هنا بتقعد بالسنين عقبال ما تستقر في منطقه، يعني مش شرط، هنا بالناس بتتنقل كتير جدا، مش شرط المكان اللي انت نزلت فيه يبقى هو ده اللي هتستقر فيه وهتقعد فيه. التنقلات هنا كتير جدا يعني، فده بيبقى تكلفة عليك. لو انت اشتريت اول ما تيجي اشتريت العفش كله جديد، ما بيجوا يتنقلوا، ما بتبقى بعدك تكلفة النقل كبيرة، فاكتر الناس بيسيبوا العفش، يعني في اماكن ورا العمارات بيرموا العفش فيها، او بيبيعوها زي ما قلت لكم على الفيسبوك، بيبيعوها اونلاين عشان تكلفة النقل كبيرة، فبيستخسروا اللي هم ينقلوها، فبيروحوا بيعينها ويشتروا جديد، يشتروا حاجات جديدة. فانت تشتري من الاول مستعمل لغاية ما تستقر، خلاص ده المكان اللي انا استقر فيه وده اللي هقعد فيه على طول، يبقى اشتري بعد كده الجديد. فالمرحلة الاولانية وفر فلوسك واشتري مستعمل، دي اول نقطة. تاني نقطة، حاول تستخدم الكريدت بتاعك، كريدت كارت بتاعك كتير في الشراء، الاكل، الشراء في السوبر ماركتات يعني وكده، لما تيجي تشتري من السوبر ماركت وبتاع، استخدم الكريدت كارت بتاعك، استخدمه كتير، ويعني اسمها ايه، سدد المبلغ بتاعه على طول،
يعني مثلا كل اسبوع سدد المبلغ اللي عليك، استخدم الكريدت وسدد المبلغ عليه. ده الكريدت بيبقى سهل في ايه؟ اللي انت ايه بتصرف من البنك وتحس ان انت معاك فلوس، وهو ده مش فلوسك، فلوس البنك، فبتستسهل ان انت بيبقى معاك فلوس وبتاع. بس ايه هي فايدتها من ناحيه تانية انا هقولها لكم دلوقتي. بس المهم استخدم الكريدت كارد في اول ما تيجي كتير، بس بشرط ان انت تسدده اول باول، ما تسيبهوش لاخر الشهر ويتراكم عليك الفلوس كتير. سدده اول باول، ده بيعمل لك ايه اسمها كريدت هيستوري. الكريدت هيستوري او تاريخ الكارت بتاعك ده، هو ده بيفيدك في ايه؟ في ايجار الشقه، شراء عربيه، ايجار عربيه، شراء بيت بعد كده، كل الحاجات دي بيطلبوا منك ان انت يبقى عندك كريدت هيستوري. الشراء كمان شكلهم مدرسه جايبينهم رحله للسينما ولا ايه؟ شكلهم رحلة للسينما، هنا في سينما وشكلهم جايبين رحلة للسينما، دي آخر أيام مدارس فبيطلعوهم رحلات وحاجات. سيب المدرسة هنا ونرجع تاني. فالمهم حتى بقولك خط الموبايل بيطلبوا منك عندك كريدت هيستوري، اللي هو بيتأكد منك اللي انت هتقدر تسدد الديون اللي عليك، هتقدر تسدد الكارت بتاعك. لما تيجي تأجر البيت هتقدر كل إيجار هتقدر تسدده، فبيتأكدوا من الكريدت هيستوري بتاعك، التاريخ بتاع الكارت بتاعك. فلما يلاقوا إن تاريخك اللي انت بتسدد ديونك على طول كل أول بأول، فده بيخليك إيه مقبول عندهم، اللي انت تبقى سهل اللي انت تشتري بيت، سهل اللي انت تأجر بيت، سهل اللي انت تشتري عربية، كل الكلام ده هو. لو ما عندكش الكريدت هيستوري ده هوت، ما في ناس كتير ما بتقبلش ان انت تأجر منهم او تشتري منهم. دي تاني حاجة. تالت حاجة اللي انت تدرس. الدراسة مفيدة، يعني اكتر الناس اللي بتيجي هنا بتيجي عشان الدراسة. الدراسة حاجة ممتعة وحاجة مفيدة هنا جدا في كندا. انا ما عملتهاش، انا بقول لكم عليها. وانا ما عملتهاش صراحة. صراحة أنا يعني قاعدة مع بالعيال، أنا يعني من المؤيدين إن أنا أقعد الفترة دي بالعيال وأقعد أربي العيال، يعني بالذات في المجتمع الجميل ده. شوف هنا عشان في الماتشات بتاعة الكورة فعاملين الأعلام، بس ما نكوش دعوة بالعالم ده، عاملين الأعلام كلها. المهم الدراسة هنا كويسة، بس حاول تدرس حاجات تنفعك، حاجات تنفع يعني هتعرف بعد كده انت بتحبها، وهتعرف بعد كده تطلع تشتغل، يعني حاجة تجيب شغلها يبقى كويس وهيجيلك منها فلوس كويسة. يعني دور على حاجة دراستها كويسة وشغلها كويس والدراسة بتاعتها تكون فيها منحة. هنا في دراسات كتيرة بمنحة، يعني منحة يدوك الفلوس ممكن جزء منها ترجعه وجزء ما مش بترجعه بعد كده. وفي دراسات برضو كمان بمنحه دايمه، يعني ما بترجعش حاجه منها. المهم ما تدفعش انت فلوس في الدراسات دي، يعني بالذات في الاول، يعني انت مش جاي عشان تصرف على الدراسه، انت جاي عاوز حاجه تساعدك في المعيشه. فانت دور على الدراسات، في دراسات هنا هم بيدوك منحه عشان تدرس كمان وتساعدك في المعيشة. فدور على الدراسات اللي بمنحة وتساعدك اللي انت بعد كده هتتخرج تشتغل منها. والدراسات دي جميلة جدا في ايه؟ اللي هي مجال اللي انت تتعرف على ناس بيحبوا نفس المجال اللي انت بتحبه، مثلا حاجة في الهندسة، فانت هتتعرف على ناس بيحبوا نفس المجال، فهيجوا هيبقوا يشتغلوا في نفس المجال ده هوت، فهيبقى شبكة معارف او نتورك زي ما بيقولوا، هيعرفوك على ناس تانيين، هيبقى يعني حاجه مفيده ليك في المستقبل اللي انت ايه في الشغل بتاعك او في المجتمع اللي انت عاوز تشتغل فيه ان شاء الله. رابع حاجه الاصدقاء، برضو جينا حكايات زي نتورك او كده، الاصدقاء اللي انت تعمل شبكه اصدقاء او شبكه معارف، بس مش اي اصدقاء، المهم الكواليتي بتاعت الاصدقاء ده. هي هنا الأصدقاء ممكن تكونهم بالذات لو بقى عاوز بقى تعمل أصدقاء عرب، دلوقتي العرب بقوا كتير جدا، ممكن تعمل أصدقاء كتير جدا، بس المهم الكواليتي بتاعتهم. أكتر الأصدقاء دلوقتي أو أكتر الناس دلوقتي
بقوا من النوع الايه الشكاء البكاء زي ما بيقولوا. المعيشة بقت صعبة، التاكسي كتير، مش عارفة ايه، الايجارات اللي مش كذا كذا كذا، زي ما كنت بعمل الفيديوهات بقول لكم المشاكل اللي بتبقى في كندا، فانتوا واخدينها ان هي انا بقول المشاكل بس ومش عاجبني كندا ورجع وجا. لا، انا بقول لكم ان فيها يعني الحاجات الكويسة اللي فيها والحاجات اللي مش كويسة، مش معناها اللي انا بشكي ومش عارفة ايه، لا انتوا خدتوها بنظرة تانية. المهم يعني خلينا في موضوع، انا مش عارفه دخلت في الموضوع ده ليه. المهم في ناس بقى يقعدوا بقى ايه يحبطوك، لا الواحد مش عارف يعيش، الواحد مش عارف ايه وبتاع. حاول ما تبعد عن الناس دي او ما تقعدش معاهم كتير. حاول تشوف الناس الماشي، الحياه هي كده، كلنا عايشين في الحياه ده هي. طب عملت ايه بقى؟ درست، عملت حاجه، حاولت تدور على شغل، يعني تقدم لقدام، دور على الناس اللي ايه اللي تشدك وتعافر معاك لقدام وتشوف ايه اللي ممكن نعمله. فحاول تدور على الكواليتي كويسة للاصدقاء. لو مفيش يعني خلاص كلهم شكاين بكاين، لو واحد بس هو كويس خلاص حافظ على الواحد ده، فمش بكتر الاصدقاء وكلهم هيرجعوك لورا، لا خليك في لو واحد ويبقى كويس احسن ايه ما يبقى كتير ويحبطوك في الـ في الـ في الدنيا. ايه تاني؟ رقم خمسة، التطوع. التطوع حاجة هنا من الأساسيات اللي في كندا ومن الحاجات المفيدة جدا، ومن المفروض يعني صراحة تتعمل في كل البلدان صراحة، وفي الإسلام هي يعني معروفة يعني ان دي حاجة مهمة. فهي التطوع او الفولنتير دي حاجة مفيدة جدا، بعضك بتعمل لك شبكة علاقات، بتسهل لك الأشغال. يعني انت لو بتحب مجال معين وتطوعت في المجال ده هو، سواء في التدريس مثلا، في مش جاية في بالي حاجات معينة، يعني لو تطوعت في المجال ده هو والناس اللي في المجال ده عرفوك، ممكن تشتغل في المجال ده بعد كده، يطلبوك في المجال ده بعد كده. فمن الحاجات المفيدة اللي يعني تعمل لك شبكة علاقات التطوع ده. فتبدأها منين؟ أول ما بتيجي المدرسة بتاعت العيال، تطوع في المدرسة بالذات مثلا الأمهات لو هي اللغة بتاعتها. ده أنا كنت عملتها كتير صراحة، الرحلات بتاعت العيال، الوقت بتاع اللانش، مش عارفة إيه، كل الحاجات دي هي تتطوع فيها وتدخل يعني تعمل علاقات مع أولياء الأمور التانيين، مع المدرسين. أولياء الأمور التانيين دول أكيد ليهم أشغال تانية مختلفة، هيبقى زي ما قلت بعضك شبكة نتورك مختلفة، فتعرف هم بيشتغلوا في إيه، ممكن يعملوا لك علاقات مختلفة كده. يعني تغير اسمها إيه، تقدم اللغة بتاعتك. يعني لو اللغة بتاعتك مش كويسة، هتلاقيها من البراكتس بتاعتك وتتعامل معاهم هتلاقي اللغة بقت أحسن بتاعتك. فدي كلها بتبقى حلوة بتنفع. غير المدرسة في المكتبة، في الكوميونتي سنتر، كل ده ممكن تتطوع فيه. ممكن بقى كإسلامية ممكن في المسجد، كل ده تتطوع فيه بيبقى جميل جداً. النقطة اللي بعديها ان سمعتك في البلد دي مهمة جدا. سمعتك من ناحية ايه؟ اللي انت ما تعملش غلطات، يعني غلطات ليها علاقة بالبوليس، غلطات ليها علاقة بالحكومة. الغلطات دي بتسمع في البلد كلها، سواء نقلت بقى من المكان ورحت مكان تاني، ورحت مقاطعة تانية، وراك بتسمع وراك. فايه، خلي صوتك حلوه قدام الايه الحكومه، وما توحش صوتك يعني عشان يبقى تاريخك كويس قدامهم.
فما يعني يبقى ليك إجراءات، أي إجراءات مع الحكومة ولا حاجة تبقى تمشي قانونية، فما ما تيجي تعمل أي حاجة بعد كده ما تبقاش دي واقفة في طريقك. يعني أنا مش عارفة أجيب أي مثل دلوقتي، بس الحاجات القانونية، الناس اللي بتضرب فيزا، الناس اللي مش عارفة إيه، الناس اللي يعني حاجات قانونية كلها حاجات ليها علاقة بالحكومة أو بالبوليس أو بالبتاع، فحاول تمشي إيه قانوني وما تبوظش صورتك عشان الحاجات دي بتلزق فيك بمعنى أصح. النقطة اللي بعديها ان اسرتك اهم حاجه. احنا جايين هنا يعني، او رب الاسره الاب هو نفسه لما بيجي هنا جاي عشان ايه؟ عشان يحسن دخل الاسره، يحسن وضع الاسره، عشان عياله يتعلموا تعليم كويس، عشان مش عارف، عشان ياخدوا الجنسيه، عشان كل ده. فلما تيجي والاسره اصلا تبوظ من اساسها، فايه الفايده؟ وانا قصدي بتبوظ هنا ان الاسره تتفركش. معظم اللي بيجوا هنا، او مش معظمهم يعني، ما خلناش نعمم، بس في حالات طلاق كتيره بتحصل لما بتيجي هنا. ليه بقى؟ يعني سبب من الاسباب ان لما بيجوا هنا بيبقى كله عليه ضغط، الاب والام الاتنين بيبقوا مضغوطين، بلد مختلفه، لغه مختلفه، كله بعد عن الاهل، مش عارفه ايه. طبعا برضو الست بيبقى عليها ضغط اكتر، ممكن يبقى اللغة بتاعتها مش تمام، بعدت عن أهلها، كل الكلام ده هو. والست من طبعها عاطفية أكتر، فممكن بيبقى بتتنرفز بتاع. فأنت كزوج بقى المفروض أنت بقى هتمسك نفسك، أنت بإيدك، أنت اللي بإيدك الطلاق، فحاول تمسك لسانك شوية، مش تم الطلاق على طول. يعني حاولوا انتوا الاثنين، حاولوا انتوا الاثنين تحافظوا على البيت ده، هو مش ما يبقاش حاجه سهله ان يبقى الفركشه على طول. انتوا جايين هنا عشان تبنوا اسره، مش عشان تفركشوا الموضوع. فيبقى دي النقطه من اهم النقط اللي يعني بوصي الناس لما تيجي هنا تحافظ عليها، غير تربية الأولاد طبعا في البيئة اللي احنا بنيجي فيها دهيت، اللي انت تحافظ على الأسرة مترابطة أصلا من أولها. فنحاول ايه المشاكل تبقى ايه في إطار ضيق، ونحافظ على الأسرة مع بعضين. ايه تاني؟ النقطة رقم ممكن 8، ان ايه اسمها ايه، زي ما بيقول حرص ولا تخون. ان البلد هي معروفه عن كندا، كان زمان، الله ربنا يحفظنا جميعا، كان زمان اللي هي بلد الامن والامان، بس دلوقتي صراحه حالات النصب بقت اوفر، النصب والسرقه والحراميه بقوا عيني عينك. فحاسبوا على نفسكم وحاسبوا من النصب، النصب كتير جدا، ممكن من البنك، ممكن من البتاع، يتصلوا بيك على التليفون يقول لك انا البنك كذا اللي انت مشترك فيه وانت عليك فلوس كذا، احنا الجفرمنت، احنا الحكومه، وانت عليك ضرائب كذا ومش عارفه ايه، احنا امازون وانت عليك كذا وكذا وكذا وكذا. فاول ما تسمع الحاجات دي على طول اقفل السكه، ما تردش. انا بص صراحة، انا عن نفسي ارقام مش متسجله عندي ما بردش عليه. الحاجه المهمه هيسيب لي رساله، انا ببقى حاطه الفويس ميل، الحاجه المهمه هيسيب لي رساله، مش مهمه خلاص بيقفل هو من نفسه. فالحاجات دهيت في اسكاب كتير، اسماء سكام، سكام كتير جدا ونصب كتير جدا. فعمر ما البنك هيتصل عليك ويقول لك انت في كذا وفي كذا وفي كذا، اول ما بتلاقي كده انت روح البنك، لو خايف قوي يعني وبتاع انت روح البنك، في حاجه كذا حصل كذا كذا كذا، هيقولوا لك لا او بتاع. لكن ما فيش، البنك عموما ما بيتصل بالعميل ويقول له حصل كذا وعاوزين البيانات كذا، هم بيتصلوا عشان ياخدوا بياناتك وبعد كده يسرقوا الكارت بتاعك ويسرقوا المعلومات بتاعتك، فاياك ترد على اي حاجه من دول. النصب اللي من النوع التاني بقى الحكايه، سرقه العربيات والكلام ده، اكيد شفتوا فيديوهات من الكلام ده كتير. الموضوع التاني هو سرقة العربيات والكلام ده، هو بقى زيادة اوفر يعني،
ويدخلوا على البيوت ويسرقوا العربيات، واكيد شفتوا فيديوهات من الحاجات ده كتيره. فبقت عيني عينك، وفي الجراشات بتاعت المولات وبتاعت المحلات وبتاعت الجناين، الراجل يبقى بيفتح العربيه كده يروح مزقينه هو وعيلته وياخدوا العربيه ويجروا. فبقت حاجه زياده واوفر صراحه، ربنا يحفظنا جميعا يعني. فما بقتش بلد امن وامان ولا اي حاجه الحمد لله يعني، فربنا يحفظنا جميعا يا رب. هي اللي بقى اخر نقطه، ان انت ايه تحط دايما في بالك ان انت ايه، ودي نقطه برضك الحمد لله لسه ما وصلناهاش، بس يعني من النصايح ان حط في بالك ان انت تجيب بيت هنا، يعني حاجه من اللي تامن. لو انت هتقعد بقى خلاص دائم في كندا، وهتقعد في كندا، حاول تجيب بيت هنا بدل ما انت بتدفع في ايجار في الشقه. وعملت لكم فيديوهات قبل كده عن ايجارات الشقه والبتاع، فكده كده الايجار غالي، ادفعوا في بيت في التقسيط بتاع البيت. فحط في بالك لو ان شاء الله يعني الحمد لله عندك شغلانه كويسه ودخلها كويس، المهم الاول يبقى عندك شغلانه كويسه ودخلها كويس. عندك الشغلانه والدخل كويس وثبتت نفسك في شغلانه، يبقى حط في بالك ان انت في المستقبل يبقى عندك شقه كويسه او بيت، يعني تشتري بيت او شقه. بس اهم منها برضك ان انت تحدد المكان يبقى مناسب لشغلك، مناسب لمدرسه العيال، تظبط المكان اللي انت هتجيب فيه الاول، مش الشقه الاول، لا المكان اللي انت هتجيب فيه الاول المكان يبقى مناسب. طبعا الشقه مهمه، والجيران والمنطقه والكلام ده كله، الشقه تبقى مناسبه الاول بس. فالمهم يعني تختار المكان بتاع البيت كويس، وان انت تعرف ان انت يعني دخلك ده هو هتعرف تسدد منه التقسيط او المورجج زي ما بيقولوا، ان انت في كمان ساعات اللي انت ممكن تاخد من البنك زي مقدم او بتاع، يعني في ناس بقى بتقول حلال ومش حلال وبتاع. المهم اللي انت هتعرف اللي انت معاك فلوس هتشتري بيها مقدم للبيت، هتجيب بيها مقدم للبيت، واللي انت هتعرف بالفلوس برضك بتاعت الشغل دي اللي انت هتعمل التقسيط بتاع البيت كل سنه لغايه ما تسدد البيت ده اهوت. فبحيث اللي هو ما يكونش، بحيث اللي هو في الاخر ما يكونش نقم عليك، يكون نعمه ان شاء الله، ما يكونش اللي هو مزنق عليك في حياتك اللي انت قاعد بتسدد الديون بتاعت البيت او الايجار بتاعت البيت ومش قادر تمشي في حياتك كويس، بس يكون دخلك قادر يسد البيت وفي نفس الوقت تعيش حياه كويسه. فمش عشان بس لا صحابي جابوا بيت او لازم اجيب بيت يبقى خلاص كده، لا ادم حياتك لسه مش متظبطه وشغلك لسه مش متظبط، يبقى نستنى على النقطه دي شويه، ربنا يفرجها علينا جميعا ان شاء الله. وكده يعتبر خلصنا الفيديو، ويا رب تكون النصايح مفيده وتكون في معلومات جديده بالنسبه لكم. وبس ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.